أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لأت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا واتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بخاملين من خطاياكم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبيس فيهم 1000 سنة إلى 50 إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما لرسول إلا البلاغ المبين. أبلم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ نشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ييئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقاكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال ربي انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم ودق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك بأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم آخرة ولا تخسوا في الأرض مفسدين.
فكذبوه فعزتهم ورجفته فأسبحوا في دارهم جاثمين. فأعده الثمود وقد تبين لكم من مساكينهم وزين لهم الشيطان وأعمالكم فصدكم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءكم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا السابقين. وكلا أخذنا بذنبه فمنكم من أرسلنا عليه حسيبا ومنكم من أخذته صيحة ومنكم من خسفنا به الأرض ومنكم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمكم ولكن كانوا أنفسكم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلى الذين ظلموا منهم. وكل آمنا بالذي أنزل علينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبلك من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لرتاب المبتلون. بل هو آية بينات في الصدور الذين أوتوا العلم. وما يجحد بآياتنا إلا ظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل فكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
ويستخجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينكم بغتة وهم لا يشعرون. يستخجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاكم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنكم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقك وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فلما نجاهم إلا البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أفلم يروا أنا جعلنا حراما آمنا ويخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بحق. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.